مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة كيتبعوا القصة ديال نجم تيك توك أنوار العثماني. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا في الفيديو الأول اللي في مغارب نيوز اللي تناولته الأم والأب ديال أنوار، وكان طلبات أنه تقول لي ما لا أن نتناول القصة مع الأخ يوسف، فهذا شرف لنا. من مراها تواصلت مع الأم ومع الأب، انتقلنا لمدينة العرائش، عطتني القصة من الأول حتى الأخير. طريقة الشرح ديال الأم أنه تكلمت لنا على أنوار العثماني، كيفاش تزاد، كيفاش كبر، وعطاتنا كيفاش دخل العالم الافتراضي، وتكلمت لنا على يوم الصدمة اللي سمعت الواقعة. من بعد تتفاجأ بولدها كيتقتل، من موراها المؤسسات دخلوا على الخط، كتكتشف أنه ولدها مقتول من طرف شاب قاصر وأمور أخرى. تبعت المراحل الأولى سواء عند السيد الوكيل العام ثم عند السيد قاضي التحقيق. الملف الآن بيد القضاء الجالس. مشاهدينا الكرام، الأم والأب حسب التحليل ديالهم عطونا مجموعة من المعطيات التي توحي أنه كيفاش غادي تقتل من هاد الشابة اللي لها مواصفات خاصة تختلف بها عن الغير. شابة نحيفة البنية، شابة شيئا ما عندها إعاقة في رجليها، عندها ضعف النظر، مجموعة من المعطيات كتوحي أنه كيفاش تقتل هاد البنية بوحدها. غير أنوار بزاف المعطيات، أولا أنه البنية الجسمانية ديالو كبيرة عليها بزاف، ثانيا أنه شيئا ما قوي عليها كما كنقولوا، وامور اخرى. اللي غريب كذلك، من مورا مرتكبات الجرم مشات الحساب الخاص ديالو، قناه ديالو مسحات ليه كلشي. هذه اسباب ونقاش القضاء هو صاحب القرار في الاخير. من بعد ما وضعنا الفيديو مغارب نيوز تلقينا اتصال مع السيده اللي هي متتبعه لهذا الملف. قدمت لينا نفسها، عطتنا معطيات، ومعطيات صراحه شيئا ما مهمة في الموضوع. هاد السيدة اللي تكلمت معنا أنه تبع القصة ديال أنوار من الأول، من بعد كتاب عليها أنه مشات للسجن، كانت عندها واحد العقوبة بسيطة شيئا ما، وتلاقات السيدة اللي ارتكبت الجرم في أنوار. عطتنا مجموعة من المعطيات وعطتنا أوديو كتشرح فيه هاد الأمور التي تفيد أنها تؤكد كلام الأم. تبعوا معايا. السلام خويا يوسف، كي داير؟ لاباس عليك؟ مزيان بخير. انا واحد المتتبعه ديالك من هاد شحال، وشفت واحد الفيديو، واحد اللقاء فيه انت والام المرحوم انوار العثماني والاب ديالو، وشفت وتصنت لديك الفيديو كامل من الاول حتى الاخر، وديك المعطيات اللي عطاتك الام ديال انوار الله يرحمه راها كامله صحيحه. علاش؟ حيتاش انايا كان كتب عليا واحد المكتوب وتعتقلت في السجن المدة اللي قبل باش ما نتعتقل، كنت ميمات المرحوم أنوار، كنت أنا باقا موقع ليش المشكل من مورا بأشهر قليلة تعتقلت، وكنت عارفة ديك الموضوع برا، وكنت كنسمع، وعاد تلاقيت بهاد السيدة اللي هي القاتلة ديال المرحوم، تلاقيتها في السجن، سجن النساء. وكيف ما كتعرف الانسان، الله ينجي اي واحد من ديك البلاصه، الانسان خصوصا مثلا غنقول لك انا يعني حضرت على واقعه، يعني فينا ديك خصنا نعرفوا شكون، خصنا نعرفوها في وجهها او لا اي حاجه بحال هكا. بحال دابا انا دخلت ضروري عتكون القاتله ديال انوار هنايا في هذا السجن. انسان كما كيقولوا بوجادي ما كيعرفش كيبقى يسقسيه، راه هي كانت في واحد الزنزانه فيها جوج الاشخاص، هي واحد المعتقله. هذيك المعتقله كانت كتطلع معايا للمحكمه، كنا كنتلاقاو كما كيقولوا في الصافيط، كنبقاو نسولو ونهضروا. انا شخصيا كنت كنسولها وكيسولوها الناس، كيقولوا لها كي دايره فلانه، ما نقدرش نذكر الاسم ديالها على القاتله د انوار، يعني كتقول هي بوحدها اللي دارت هذه الجريمه، حتى شي واحد ما ساعدها.
على الهضره ديالها هي كتقول حتى شي واحد ما ساعدها. ولكن انا كشخصيا اللي شفتها هكا ويعني شفتها يعني ديك شي حقيقه بحال هكا نقول لك بالدارجه يعني وجهي مع وجهها تلاقينا في باتيو تلاقينا في مشينا للطبيب تمايا الطبيب ديال السجن مره في السيمانه كنمشيو للطبيب ومهم يعني البنيه الجسمانيه ديالها ضعيفة يعني أقول لك رقيقة لواحد الدرجة يعني إلا شبرت يده تقرض على غير بيد مثلا الإنسان هكا يعني ما تقدرش على المرحوم يعني الكلام اللي أكدت الأم ديالو راه هو اللي كاينة هو اللي كاينة زائد عندها نظر قليل كترتدي نظارات نظارات ديال الشوف عندها واحد الإعاقة بسيطة في واحد الأرجل ديالها قدم واحد ديالها. المعطيات اللي عطات كنأكد المعطيات اللي عطات الأم ديال أنوار لهاد السيدة اللي كتقول هي اللي كتكون معاها في الجلسة السرية عند السيد قاضي التحقيق يعني ديك الشيء هو اللي حتى أنا شفته وأنا في السجن. وكيسولوا السجناء يعني شكون اللي معاك بحال اللي غنقول لك بحال اللي ديك الهضرة السجناء تما كيقولوا أنت باقا صغيرة ما تدخليش على المنتف بوحدك إذا كان شي واحد معاك ما تدفنيش شبابك وأنت صغيرة بحال هكا كيبغيو يقولوا لها. هي مصمة على بوحدها حتى السجناء كيفاش غنقول لك ديك السجناء كيقولوا لها ما يمكنش. وجيت أنا شخصيا قلت لهم هذا أنوار الله يرحمه راه أنا كنعرفه واخا ما كنعرفوش يعني هكا شخصيا يعني في المواصل الاجتماعيه باين البنيه ديالو الله يرحمه عامر تبارك الله باقي صغير 19 عام ورياضي والى اخره يعني ديك السيده راه يهزها هو انور الله يرحمه يهزها غير بيد وحده يهزها غير بيد وحده وتجي خفيفه كتضحك كتلعب كتاكل نشيطة كدير الرياضة يعني عادي تخرج للطبيب يعني ديك الشيء عادي في وسط السجن في الباتيو في الزنزانة ديالها يعني عادية العيشة ديالها في وسط السجن. الاختلاف اللي كاينة في الزيارة ملي كتجي لعندها الأم ديالها والأخت ديالها ديك 15 دقيقة لمدة الزيارة كاملة كتبكي كتولي في شخصية أخرى ما كتبقاش ديك السيده اللي هي كتعيش في الحبس يعني الى حتى العائله ديالها دابا كيجيب لهم الله ملي كيشوفوها كتبكي وداك الشيء في الزياره راه كيجيب في الدين ديالهم في العقل ديالهم اولا في قلبهم راه كيجيب لهم الله حتى العيشه ديالها في وسط السجن كيجيب لهم الله راه يعني مدوزه ليل ونهار سوايع دقائق مدوزه ديك الشيء كامل يعني بالبكاء كيف ما كيشوفوا الصوره ديالها اللي كتبكي في الزياره كيجيب لهم الله راه هي يعني تف العيشه ديالها الزمنيه ديال دائما راه ولكن لا هي في وسط السجن انا كنأكد على كلامي هي في وسط السجن كتعيش عيشه طبيعيه كاين اللي كيخمام كاين اللي كل واحد والله احسن العون يعني مثلا هي نقولوا ما عندها لا اولاد لا شي حاجه ولكن راه عندها كاينه باقيه قدامها مستقبل مثلا ما كتفكرش فيه ما كتفكرش فيه راه هي صغيره تقدر تحكم شي حكم ما عندهاش في البال تقدر تتحكم عاد تقدر تندم الا كانوا معها شي شركاء تقدر تتحكم هاد السيده وتدوز كيف ما كنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا طيب حبس بحال هكا طيب حبس عاد تقول انا شني درت علاش مثلا اذا كانوا معها القتال اخرين علاش ما جبداتهمش والله اعلم. هي الهضره ديالها كتقول غير بوحده ولا يعني الام المرحوم ولا الاب المرحوم يعني حاكمين بالنظره بان هذه السيده عندها شركاء وما بغاتش تعترف ولكن غادا تجي واحد الوقت وغادي تندم حيت الا كان شي حكم يعني قاسي ويعني وهي تحملت المسؤوليه بوحدها راها من الاحسن راها خصها تعترف وخصها يعني كيف ما كيقولوا يقسموا حبسهم مع بعضياتهم يعني اللي داير ديك الشيء يقسم حبسهم بحال هكا اللغه ديال
ديال الناس العشوائيين هكا كيقولوا كيقولوا راه يقسموا حبسهم مثلا بحال هكا. هي تحملت المسؤوليه ديك المده غادا ديها غادا الى دات قاسيه من بعد غادا تندم. ولكن باقا كنكرر راه الهضره اللي قالت وصرحت بها الام المرحوم راها صحيحه. السيده ضعيفه البنيه باقا كنقولها انا ولا جبل الله راه هادشي فيه اللعب هادشي راه ما فيهش اللعب والروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. انا هاد السيده يعني ما كنعرفهاش شي شخصيا ولا شي حاجه لقتني معها هذيك الظروف دوز واحد المده اللي هي قليله. وديك الشيء اللي قلت في الاوديو الاول واللي كررت في الاوديو الثاني ديالي راه انايا هادشي شفته يعني بعيني ماشي كذوب وماشي. وانا ملي كنشوف الام انوار والاب ديالو كنتالم وكنقسم بالله فيما كنشوف شي فيديو ديال ديك الناس الله يصبرهم كنتفكرها كتقدوز لي بين عيني كنتفكرها دايزه كنتفكرها واقفه لا اله الا الله محمد رسول الله. ونزيدك اخويا يوسف واحد الهضره نسيت حيت في الاول في الايام الاولى باش كانت وقعت الفاجعه كانوا كاين صحاب القنوات وصحاب التيك توك والى اخره السوشيال ميديا كانوا كيعطيو واحد الاغلاط دائما كيبينوا وحده مع شي فتاة مثلا داس من اصدقاء ديال انوار كيقولوا هي هادي هي هادي كل مره كيبينوا وحده هادي هي قاتله انوار هادي هي قاتله انوار هادي هي قاتله انوار. راه حتى شي وحده ما بانت معاه في السوشيال ميديا هاد السيدة هادوك اللي كان هادوك الفتيات اللي كانوا كيبينوا ديك صحاب القنوات راه غير الكذوب غير الكذوب غير الكذوب غير الكذوب. حيت هاد السيدة القاتلة راه ما عمرها بانت معاه وانا شفتها شخصيا وانا متبعه جميع الحلقات وجميع المعطيات وجميع الصحافه اللي كانوا كيجيو كلشي شايفاه. وكنقول مثلا الناس او صحاباتي ولا هادي اللي عارفيني انا كنت معتقله كيبقى يقولوا لي مثلا واش هي هادي كنقول لهم راه حتى وحده غير راه هاد السوشيال ميديا غير الكذوب غير الكذوب حتى وحده من. وفعلا الى حتى الام ديالو كنت شفتها في واحد التصريح ديالها كتقول هي ما عمرها دازت مع ولدي في التيك توك وبصح راه ما كذبتش راه اللي كتعطي الام ديالو كامل صحيح. وانا مأكدة هادشي وكنعرف هادشي وانا ماشي باقا صغيره حيت هادشي ما فيهش الكذوب. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذا هو الاوديو ديال هاد السيده اللي كانت فتره ديال كانت في السجن وتلاقات بمرتكبه الجرم في حق انوار العثماني. تؤكد وتؤيد ان مجموعه من النقط اللي دوات على الام والاب صحيحه. هنا كنقولوا احساس ما تيكذبش وتنقولوا الله يسمح لنا من الوالدين. ما يهمنا اكثر في الموضوع هاد السيده كتشهد شهاده حق وتتكلم اللي هاد المعطيات اللي عطاتنا ممكن تقولها اي شابه كانت بالرفقه ديال المعنيه في السجن. السؤال المطروح هو ما دورنا في هذا الإطار؟ دورنا هو رسائل وحقائق الهيئة اللي هي مقبلة على أنه تحكم هذا الملف. مشاهدينا الكرام المراحل الأولى في إطار الدفعات الشكلية والملاحظات اللي عند الدفاع ديال أنوار العثماني غادي يكملوا الملاحظات اللي عنده في إطار الدفعات الشكلية غيكون التعقيب ديال النيابة العامة وديال الدفاع الخصم اللي هو الدفاع ديال المتهمة في الموضوع. فيما بعد غادي يدخلوا للجوهر يعني المناقشة. المناقشة الهيئة سوف تستنطق بطريقتها الخاصة المتهمة. هذا هو دورنا أنه ممكن هذه النقط يبني عليها القضاء. الهدف الأسمى والأرع والأحسن هو تحقيق العدالة. كل من له نقط مهمة الهيئة هي لها صدر رحب من أجل أنه تستمع لجميع الأطراف كما دارت في الخطوات في الجلسة الفارطة أنه تم الاستدعاء ديال حارس العمارة وديال أطراف أخرى اللي كانوا شهود في الواقعة أو عندهم معلومات. تأجل الملف لأنه جات في إطار العطلة القضائية ل 12/9 12/9 إلى كان الملف جاهز غيدخل المناقشة. السيد الرئيس والمستشارين اللي معاه ومنتي الحق العام لهم الحق لطرح أسئلة جوهرية في الموضوع لأنه الهدف الأسمى كما أشرت لي كما قالت لي الأم في التصريح ديالها قالت أنا أريد أن أقتنع بالمنطق
أن هذه السيدة اللي هي عندها الاعتراف التلقائي أنه وحدة اللي دارت هادشي، هذا تتمناه الأم، هذا هو دور الهيئة لها من تكوين من الكفاءة ما يكفي، وكذلك ممثل الحق العام اللي هو بطبيعة الحال يمثل الحق العام، وفي نفس الوقت هناك تلاؤم وتناغم بينه وبين المطالبين بالحق المدني اللي هي اللي هما العائلة ديال الأم أنوار العثماني. ما نتمناه هو أخذ بجدية مثل هذه المعطيات والبحث حتى يصل القضاء في الأخير الحكم عادل في هذه القضية. نحن لا نوجه التهم لأي أحد، كما مغرب نيوز باب مفتوح إذا توصلت بأي معطيات في الموضوع تفيد بها الهيئة من أجل أنه يكون حكم في الأخير حكم نزيه في الموضوع. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع قضية أنوار العثماني وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيتيات القضية. الشكر الجزيل مرة أخرى لهذه الأخت اللي شهدت بناء على ذاك الشيء اللي شافت نقط توحي لأنه نوعية الشخصية كديرة، ولكن القضاء في الأخير هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.